ويا هلا، سؤال النهاردة بيتكلم عن الشنطة دي تحديدا، وهو اشتغلتها تونسي او عادي، ولو كروشيه تونسي هتكون ابرة رقم كام؟ لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، كروشيه عادي، وحتى التريكو. اولا دي مش كروشيه تونسي، ده كروشيه عادي جدا، غرزة اسمها غرزة عظم الرنجة. الغرزة بتبقى كده، يعني انت بتشتغليها كده رايح جاي عادي كده. انا بس الفرق الوحيد ان انا عملتها بالطول، فالشنطة بس ادتك تأثير مختلف عن الغرزة اللي انت عارفاها. اشتغلتها بإبرة رقم كام؟ اشتغلتها بإبرة حوالي رقم 6، وده كروشيه عادي. عملت كل قطعة فيها منفصلة، يعني الوش والظهر منفصلين، حتى الجوانب الثلاثة منفصلين. الشكل اللي انت شايفاه ده بسبب التقفيل، زي ما انت شايفة لو يعني دققتي قوي هتلاقيها مزجزجة كده من الجوانب، وده بيدعم الشكل اللي انت شايفاه ده، فاديتك منظر ان هي مترابطة وحتة واحدة بس، يعني مفيش اي حاجة خالص. وهي الشنطة دي اللي انا عرضتها لكم، بتحسوا ان هي كلها كده كأنها كتلة واحدة، لكن هي لا، منفصلة وش وظهر وثلاث جوانب، وطبعا الثلاث جوانب بنفس المقاس. عملت معاكم انا البطانه دي بس، ما قلتلكوش تفاصيل الشنطه على اساس ان انتوا لو حابين اصور لكم الشنطه دي كتوتوريال، بس طبعا ما حدش قال، فاكتفيت بالبطانه وبس. عملت منها اللون ده، وعملت منها اللون الاخضر الداكن ده، وفعليا الاتنين بصراحه تحفه. انا كنت عاوزه واحده اللي هي دي، والاتنين زي ما انتوا شايفين يعني عايزه اقتني الاتنين فعليا. فهي حلوة قوي وسهلة جدا، وموجود التوتوريال بتاعها على اليوتيوب، اكتبي بس غرزة عظم الرنجة او عظم السمكة هتلاقيها، وموجودة متوفرة كتير جدا. اشتغليها بإبرة تكون متوسطة، إبرة رقم 4 أو 5 بالكتير. وهي الشنطة انا عاملاها بحبال مكرمية، يعني هي سمك الحبال اهو، مش تخينة قوي ومش رفيعة جدا، هتديكي التأثير التحفة اللي انتي شايفاه ده وبس. اتمنى لكم يوم جميل مرة تانية، وأي سؤال عندكم اسألوا وأنا هجاوبكم. مع السلامة، باي.